I'm a human being. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance. This isn't about religion. So it's not about being Muslim, being Jewish, whatever. I'm a Christian, right? But I'm a human being. That's what matters to me. You know? مركز تأييد أيوة حي أبو رئيس أمارتي درينا إن وجره قفل ضل من هيو. وهي إعلان كمان تأوين دنيا وحاهستو. إن قلبت كاهستو. وحين وحكرية هيان لو مارتي بربر وسلمان. وما نتيل بده ولد استقالي. هل كحقيقة أي تعي إن ضد إيجي سن هيان يود إيجي سن هيان إبادة جماعي. Were understood by the I've lost a page. ما لي عاد يتوبي أسكدم عيسى ون سوماليا أو كلية هي بلكيجا ليمان حوجين ليمان عقل بلنا عني عبريري وحاز وضن إلى إن سن مذه يبو وسي خدري يقوى الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مركلي يو فيديو حساب ضن وأنكو أنو كجاهد لدونه محكمة دا لصار يو إسرائيل هذا بسرعة بس كبعدي وحلقي يا وين إسمهن محافع يدو أو كجرتة إن إسرائيل محكمة لصارو أو الله ودنا عاد مرمان والدودة للبيجستو إلا إن الدنيا بمريكين باو تلين عيه وحوسا عصيها كرار لعين مصعون إياني بحال سكولو قونية البالغي يابا إن القرار كاكسو بيحن دون محكمة دا إن إسا واقوها نعسنين أو سنغون دوني بمد ماركتاي ما داما أي وحيابي عديمي إسكواد ليين إن إسا ماركتاي حي وحوال بوغانو ماشا كاكسو بحينو سنكو لقو تبقي إن إسرائيل وشيد واحد تاين دولي دا دونك ووينيت حرب قادم قال وجر كقول ليست كمان تأيدت كورتاجن أساعتي واحد ولا تان أيضا عرنت عجرتو إن إسرائيل أول يدبا دون كلور تجنيد إن يهين ضد لدلميت ضد مظلومين تاريخ ذي السيرة وإذلبا أي أهين واجو بلا أي أورا إلى مانت مر أي وقت يادي هور تجعل ذي أي جلنا لقول لي كوي جزيرة العرب أمارك تين النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة وكل أي كوي يوروبيان كريستيان يوروبيان كوي أي كل لاين إنت عصو يدل بعدهم كقول بدو يحدوني اللي هو تجني ضد مظلومين عن أي وحول معنا لوس سمايو سلاس أيادهم كلو يعترف سنة بل سمان تيجي بقى محكمة الله يستاء ونفط والدفاع ضد كل شيء إنت عصو الدول ذود لهاين إسرائيل ولا غير خل الدنيا إسلام كإسرائيل وحلو سكان عبي أي مارثي صو الآن عندهم كوي يدل بقى صو الآن نعب إن صو الآن بالولا يا ما أنت أيدي ما هو حتى يفكتم دمبيلي ويان ما أنت وأسي أيدي بس الدفاع الصومالي كبحري لا سؤال أنت عز بدر وين ما إن شاء الله يقف كي أسي ما له سلاح أي إلا لها يعني طاوننا وحول بولا يدخل دنيا ما قعد عادي لا شيء حتى هو دمبي ما أنت إن وصي ويز دفاع أيه ودمي كجرو أنت عز مرك أيضا إن كستو أو معركة أدونك تسوس كي يصعد وقتين ما أنت مسلمين تبديك وما قنع سنو dadaalka aska weyn ee ay sameeyeen South Africa oo dadaal runtii aad u fiican dadaalka asaga anaga muslimiinta wax badan ayuu noo faa'iideynayaa koow baashan horta waxa weeyaan adduunka idil ba maanta dhigaysanay oo waa dood albas cala alhawa mubashara qof walba dhigaysanay waa live taasi maxaa marka noogu jirto in adduunka idil ay baraarugayaan oo waxa meesha ka jiro ay ogaanayaan oo dad 2 milyan ah meel xabsi ku ahaayeen muddo ku dhow 8 sano ay ku xirnaayeen maantana laga goostay waxyaabihii basic ah nolosha wixii maartay aasaaska u ahaan biyihii cuntadii iyo dawadii laga goostay marka taa ayada ee waxay abuureysaa maartay dareena in uu jiro qof la dulmin hayo waayo iclaamka maanta ugu weyn dunida waxa haysto galbeedka haysto wixina waxay ka dhigayaan labo maartay barbar oo siman oo maartay laba dowladood oo isdagaalay halka xaqiiqda ay tahay إن ضد إيجي سنهيان يودو إيجي سنهيان إبادة جماعية ضد إذل ومسلمين الكريستان إسكوجر اليهود بإن إلان إيان مركة تأيضا وحاويان وحاويان وفايدو وضد كمسلمين تأي خاص فايدو تأي يضد كاريتي أدونك بناء هذا النمضة أي قاضي مارتي عدالة الدونة هيبا إن سلا أركيسين بضد بضن باصو مسلمين تاني إنتي دقالكي أكتوبر 7 إنت أيد علي ضد بضن باصو السلام هي وما شاء الله أنا ما بضم بعدين. مركتا يضع وفائده وحكلو فائدك وفائده. إن شاء الله يقف كي لقد عاد لي الدنيا. إنه أسرق الدلمني هو اللي يقدرني هاي. ما أنت إنه أسرق هاي ظالم نتك لا تصعيو ولا لي هاي كان عدم بيرة ما أنت. شلا هادو هامد اللي يقدرنا. ما أنت أسرق هاي كرد الرسمين هاي. ودن كم حكمة صار السنة وودن شلا أسرق أسوس سفايف جري أما كسو مارتك كبتي وحمانت فلسطين إنت لو سمين هاي.
إن الحمد لله ضد هذا شري أنت أي سعتي يا دراد أدب أو فشل من نوان كياها لو يردي أي سوق فشلين إسرائيل أو مريكان يا يوروبيان كلب أسبوع جرين مد هو وراغي ما ليه حدا يو كوسك تينو يرا هذا خمس ما وراغي ما ليه حدا يو وراخرين بعد سوق يبدلي كود أي باش نفهم وياي من سؤالنا عروتي أفرتن قاها من حنا وجوي إن وحاسو يد الحدا ما ينا بين ويا هذا هم برتاع أدب أو فشلين دون كورتي سمانت عيون الناس على مرأة ومسمع الدون كيو إذا البوفيرن هاي هي الدفاع إلاني ما الدفاع كران ودي واحد يسكون دفاع عن معين أو هم سوء تاجن بين كمان إحنا بينقرتيك مركا سداس أي أفشلين هين أو في بيريد القر أيام بين اللو ذا جد دونا هي ولا ليه هاي يا وراقي بالي بتري إن وراقي بالي كان حدا يسوع أنا عن الله بحنا المش أي صوديان dad kan dad ka ila duuda hayaan dad ay meel oo baxsan karaan aba ahaateen mar iyo dad leeyahay way ka guuleysan doonaa inkastoo afrikaan ay yihiin haddana waxa la leeyahay dadkan waa axfaadu Nelson Mandela ninkii la oran jiray waliman hada loo daayay oo hadii aad aqada indhaha aad tufkaga si sixta la soo taagan xaqaanay baan laga haystaa meel aan u socon dadka way u dadka hor taagan ee la murmaya nimankan mar walba aad aadan waas ogtahay ان دودي دولدان يوروبيانكا ايو وستنكا حوق بي وحوضان ايو وحروق يندرقي كو قادو لكن الحمد لله ما انتو يفشلين اديات بيو فشلين وانا عارين مهيمة عارين تايدين عدونكو ايدل ما انت ايو وضار كان ان فشلنكا كون دعاية ايو ويدا كل ايضا المسلمين وبادن ايانا فوقان عسنين ايا عدونكو ايدل بدل هذا ما انتو وستنكا قابكي وشقين ايان فهمي كومان كان عسنا ان اي محكمة دا كسو بيهدون تقرار مناسبة وكسو بيهدورة بل سو هي هاد فكرة aarin tanad waad ka qabto hoos yar nimo la wadaagi kartaa bal video da qar inta aan iska daawanayna markii ninkii waa lawyer wuxuu u dirayaa difaacaya ee nimanka ihtilaalka ay u dayay difaacaya bal wuxuu leeyahay sadigaysan this is particularly difficult in such an egregious arinta marka waxay abuurtay yes yes iyo adduunka in umaadka ku maareysto noocyi loyal loyalo waaweyn rubiyana meesha la keenay inay la soo istaagaan waraaqadii baa la seexay qaray waraaqada ayga maqan waa fashil ku ilaahay ku riday ilaahay inaan fashil nacalo meel ku dhacay Did I hear you correctly saying that the atrocities that we are speaking about, the beheading of children, that those are fake news, that it's not true? Is that the position of the South African government? I want to ask you now. Waxaan hor taaganyahay maxkamad xuliya in waxa aan ka hadlayna hadda oo ay nimanka ay falastiiniyiintu geysteen ayaa in carruur gurka laga gooyay ma hadda ku yeenahay dawladda South African kumaanta dawladdu waxay nala hor taagan yihiin arrintaa waa iska warbeenna waa intaas xujadooda waa inta xagga waddanka uu ka imaaday Mareykan ayaa Joe Biden aad yamaninkii intuu hadal galabalabada ku hadlay iyo haddana islaaminkeedii uu lahaa waalid muslim garay warkan oran mahayn cali aa markin laakiin si fiican baa lagu jawaabay islaan soo afrikaan aa qabsatay markaasay waxay u ekeysiisay waa laga xiray hadda haddaan sheego qofku uu weegyahay marka waa wacooda waa iska noocaas oo miiran oo xilja aana meesha la taagnayn waxoodana fashil bay ku soo dhamaanayaan insha allahu tacaala ama qaraar munaasib ku ah umadaas state-ka dhalimka ah ee dulmiga sameynahay ee caruurta iyo haweenka ballaynahay qaraar ku munaasib aha ka soo baxo inkastoo aanan la rajaynin ama aysan ka soo bixin
maani muslimiinta ilaahay uu gargaari ilaahay ummadan awad baa awrti haddii carab dilleeyeen maanta waa arkaysaa nin afrikaana oo aan muslim ahayn yaa ummada muslimiinta u doodayo ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka in badan buu noo sheegay haddii diintan aad dayacdaan yastabdil qawman gayrakum inuu ilaahay ku bedelayo qowm kuwa wax bedelay aan ahayn ee diintooda bedelay oo kuwa kalena la iimaanayo thumma laa yakunu amthalak dulliga idinka aad tihiin ee ku tagteenna dib dambe u dhici mayso oo ilaahay niman qowm buu la iimaanaya aad u fiican qowm diintiisa ilaashada ayuu ku bedelayaa waxaa runtii xaqiiqdii aad ula yaabaa ee dhalinyarada maanta caddaanka ah ee wastanka ah maanta soo islaamaya qaafkii islaam marka uu ficilsamayaan markii diinta qalbigooda gasho ay u aadan adagyihiin ay maaragtay uga falcelinayaan waxyaabaha lidka ku ah diintooda islaamka iyo dhalinyarada muslimiinta maanta oo laga karinaya wardhaqaaqa soomaaliya hadda etoobiya iska damcaysaa oo nin soomaaliya uu ku leeyahay balkeeda laygamana xoogin laygamana caqlibalin aniga bareeray waxaas wada nin ilaahay muslimnimada hiba uu siiyey ku dhaliyay ku hadlayaa nin intaasoo sano mugdi ku jiray markuu maalinkuu ilaahay u iftiimay diinta islaamkana wax walba uu lahaa inuu u waro ayuu taagin ilaahay baa weydiisanayaa inuu ummada muslimiinta u gargaaro in annagana uu nahanuuniyo mase naga dhigin kuwii la bedelay ee qoomgale lagu bedeshay ayagoo noolnool diinta iyo kitaabka qur-aankana uu dhex yaalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.